thank <laughs> you اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أطباء على الهواء أول اشي بحب أعيد على الجميع أضحى مبارك على الجميع إن شاء الله يا رب وحجاجنا يرجعوا بالسلامة وحج مقبول إن شاء الله بدنا نبلش هذا اليوم حلقتنا كتير برضو رح تفيدكم إن شاء الله وهي على الأغلب لل ل... لكل العائلة بس بدنا نخص فيها كبارنا كمان مرة ويمكن عم بستبق الكلام بس هلا بنشوف إذا تفيدكم لا خذوا قلم ورقة وسجلوا المعلومات رح نعطيكم اياها رح نعطيكم شويه حلول من حول المنزل او معلومات لكم خاصه كيف تستدلوا اذا انتم عندكم هاي الحاله قبل ما نبلش نحكي بموضوع حلقه اليوم بدي اعطيكم نصيحه صغيره قبل العيد نصيحتنا الطبيه لليوم اللي رح نحكي فيها رح يكون عن العادات الاجتماعيه اللي احنا بنعزها وبنحبها بس ممكن تعملنا اضرار صحيه زي كعك العيد هلا هل كل ما تروح زياره بدك تاكل لك معموله وتاكل لك واحده عجوه واذا عنده سكري ولا على وشك انه يكون عنده سكري المريض حيصير يحس انه عم بيصير معه شيء غلط بهداك اليوم ف اكتفوا بالقليل ونطلب من الضيف إنه يعرف حده ومن المضيف إنه ما يشد عليه <applause> لدرجة تأذي صحته أي نعم هو المقصود إشي كويس طبعا وعادات محببة بنحبها إشي تاني كمان هلأ غدوات العيد والمناسبات جميعا وعشواتها اللي حاسس حاله شوي تعبان بده يخسس وزنه زي مثلا أنا لازم أخسس وزني وعنده عنده مشاكل بالمفاصل يمكن خلينا هاي صرنا نلمح على موضوع اليوم احنا هيك شوي أه بده يبعد عن اللحم الحمراء مناسف ما مناسف طالع ناس جميد وكل هذا يضل يحس حاله عم بياكل وعم بيزيد اليوريك ال.. 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 أسد مثلا أه هذا كله مؤذي الاعتدال هو شيء جميل جدا والواحد يعرف صحته ومش على حسابها يكون المجاملات والمراعاة الاجتماعية حلقتنا لليوم حلقة كتير جميلة ومعنا ضيف محبب على قلبي هو صديق واخ عزيز تسلمي. الدكتور محمد ابو لال اهلا وسهلا أهلين فيك اهلا فيك اهلا فيك طبعا الدكتور محمد اخصائي جراحه العظام والمفاصل وكمان موضوع حلقتنا اليوم راح نخص فيه موضوع معين بالعظام ألا وهو هشاشة العظام، احكوا معنا إذا عندكم أي استفسارات بخصوص هذا الموضوع، إذا حكيتوا معنا بمواضيع أخرى رح نستقبل اتصالاتكم بس رح ما نرد عليها اليوم، رح نرد عليها بالحلقات المؤاتية إلها أو ممكن تعودوا تتصلوا فينا بالحلقات اللي بتكون مناسبة أكثر لهي المواضيع، أه برجع لضيفنا دكتور محمد أهلا وسهلا أهلا فيك يا رب كيف صحتك تمام الحمد لله كيف تحضيراتك لقبل العيد عجأة عندكم آآ آآ طبعا دائما قبل العيد لازم يكون في عجقه يعني في إقبال على المستشفى رايح جاي كله آآ آآ والله خلال فترة العيد بتخف بالعكس بخف الشغل شوي لأنه معظم عمليات العظام والمفاصل يعني جزء كبير منها باستثناء التروما اللي هي الكسور اللي بتصير <applause> يعني بتكون هي المرضى ما بفضلوا يسووا العمليات الكتف يعني اختياريه <applause> فبفضلوا المرضى انه يعيدوا في بيتهم وان شاء الله بكونوا مبسوطين وبعد هيك بعد العيد بيجوا بيسووا العمليات اللي هم بيحتاجوها. <applause> دكتور محمد إذا بدنا نقول إحنا ما هو اختصاص جراحة العظام والمفاصل وهل يجب يعني ما بدي أصعب السؤال هو اختصاص جراحة العظام والمفاصل هو جراحة عظام والمفاصل نعم. بس هل سؤالي هل لازم يجي المرضى عند أخصائي العظام فقط لما يتحولوا من طبيب آخر أو فقط لما يصير معهم مأساة ولا في فحص دوري لدى طبيب العظام والمفاصل والله سؤال هذا سؤال واسع يعني إجابته واسعة بشكل عام هو طبيب أو أخصائي أو طبيب جراحة العظام والمفاصل هو معني أكثر أكثر بالكسور بالدرجة الأولى والحوادث أضف إلى ذلك بعض الأمور الاختيارية اللي أحيانا مثل احتكاك المفاصل هشاشة العظام واللي هو إن شاء الله رح نحكي عنه اليوم أه وبالأطفال في اهتمامات كذلك كثير مهمة لطبيب العظام والمفاصل أه اللي هي تشيك على خلع الولادة عند الولادة وتشيك على صحة الطفل على مشية الطفل أه لكن السؤال المهم أه أه ليش اللي انت سألته لازم احنا نميز بين طبيب العظام والمفاصل او جراحه مهم. العظام والمفاصل وطبيب الروماتيزم يعني بالعاده طبيب جراحه العظام والمفاصل بكون معني بالجراحات ما في طبيب بس للروماتيزم نعم لامراض الروماتيزم اللي هي بانواعها شو طبيب باطني بالعاده بكون ولكن م. العظام والمفاصل كتخصص هو بكون كتخصص جراحه اكثر من انه باطني، يعني بمعنى اخر طبيب العظام والمفاصل يعنى بالجراحه اكثر من الادويه، بينما طبيب الروماتيزم الامراض الروماتيزميه هو بكون دارس باطني وبعد هيك سب يعني تخصص فرعي بكون مسوي امراض المفاصل والروماتيزم، فهما تخصصين تماما مختلفين عن بعض ولكن بكملوا بعض. أها طيب احنا بدنا نحكي اليوم عن هشاشة العظام نعم ايش هي هشاشه العظام؟ وصرنا نسمعها مؤخرا على فكره، يعني قبل اذا بنيجي قبل 10 سنين او يمكن قبل 15 سنه صححني اذا انا غلطان، بس اجتماعيا او يمكن لانه احنا كبرنا بالعمر صرنا نسمع اكثر، صرنا نسمع هشاشه عظام وعندي هشاشه عظام، صار في وعي اكثر من الناس انه على هاي الحاله. كبدايه هي موضوع هشاشه العظام والمفاصل هو موضوع قديم. يعني حتى بنيجي احنا بالقران سيدنا وردت الايه القرانيه سيدنا زكريا حكى ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا فهذا بالقران الكريم ايام سيدنا زكريا فهذا كان قبل فتره طويله من الزمن يعني لكن زي ما حضرتك تفضلت وعي الناس الثقافه العلميه عند الناس طبيعه حياه الناس تغيرت والنصيحة الطبية والأدوية صارت متوفرة أكثر، الأطباء صاروا متوفرين أكثر، فبالتالي والتشخيص تاعه صار أسهل، م. فبالتالي صارت الناس تحكي فيه. هذا واحد من العوامل. العامل الآخر كذلك إنه أحيانًا بيصير خلط م. بين موضوع هشاشة العظام وتشخيصات أخرى، م. فمش أي واحد بكون عنده أي مشكلة بالعظم. هي هشاشه العظام طب شو هي اول شيء نقول شو هي هشاشه <applause> العظام لما نيجي تعريف هشاشه العظام تعريف هشاشه العظام هو نقص كثافه العظم <applause> يعني زي اي شيء العظم له كتله وله حجم <applause> اوكي والكثافه تساوي الكتله على الحجم <applause> معادله فيزيائيه بسيطه اللي بيصير بهشاشه العظام انه الحجم تاع العظم اكيد بضل ثابت يعني مش انه العظمه بكون طولها مثلا 10 سم وبتصير 5 سم لا. لا مش هيك فالحجم وابعادها الا في حالات معينه بتضلها ثابته فبالتالي عشان الكثافه تقل الكتله البنيويه للعظم هي اللي بتقل يعني خليني احكيها انا بلغه سهله للمشاهدين عشان بدنا احنا نفهمكم ما بدنا نعطيكم مصطلحات ضخمه نضربكم فيها هشاشه العظام عم بيقول الدكتور ابو هلال انه هي تكوين العظمه هاي العظمه هلا طولها والعظمه الثانيه هلا طولها اللي عنده هشاشه عظام العظمه نفسها بيكون فيها تكوينها تشكيلها اضعف نعم نعم هلا نتخيل انه العظمه عباره عن نشبهها ببوكس مثلا او اسطوانه مم. وفي ابعادها الداخليه او الخارجيه ثابته لكن اللي بيصير عندنا بهشاشه العظام انه التكوين الداخلي للعظم كانه بيصير في داخله فراغ فبالتالي لما انت بتفرغ الاسطوانه من الشيء الموجود اللي فيها بتخف آه. بتخف وزنها آه طبعا. هاي فهذا هو هشاشه العظام هاي هي هشاشه العظام ب مم. يعني بمصطلح بسيط يعني عشان يفهموا يفهمو للعالم بسطوا للمشاهدين طيب احنا بنسمع كثير ناس انا بسمع مرات لما يكونوا عم بيحكوا بيقولوا انا رحت على الدكتور وقال لي عندي هشاشه عظام ترقق عظام آه. آه يعني كانه بينسبوا الاثنين لبعض هل هذا صحيح انه تقول هشاشه لا. عظام لا. وترقق لا. عظام لا هلا هو الناس بتخلطهم ببعض لكن هم آه شيئين مختلفين عن بعض هشاشه العظام هي بتصير بالعاده زي ما احنا حكينا بالتكوين البنيوي للعظم من ناحيه هندسيه، م. اوكي؟ وهلا رح نطرح مثال بسيط للناس على اساس يفهموا اكثر. بينما ترقق العظام العظم ماده العظم الخلايا العظميه تنتج نسيج، النسيج هذا عشان يصير قوي م. لازم يجي عليه املاح واشهرها الكالسيوم. م. بالاضافه لمعادن كثيرة لكن أشهرها الكالسيوم هلا لما بيصير أنا بينقص عندي المعادن والأملاح الموجودة بالعظم أوكي بتخف قوة العظم هذا بيسموه لين عشان نشبهه للمشاهدين أو نصوره للمشاهدين بصورة أبسط إحنا نتخيل إنه في عنا إحنا مهندس وبده يسوي عمارة لما يجي يسوي العمارة بيجي بحط حديد حديد التسليح حديد التسليح عبارة عن قضبان من الحديد مستعرضة وطولية هدول هي تكوين العظم هلا اذا انا حطيت بحط معاها رمل واسمنت هلا هدول شبه الاملاح اللي بتقوي العظم هلا اذا راح الرمل والاسمنت من العظم كانه انا واللي هو راح الاملاح بحاله العظم مه. اوكي هذا صار عندنا اسمه ترقق العظام صار مبنى ضعيف. نعم نعم آه. وعشان هيك بيصير في عندهم تقوس برجليهم هدول الناس موجود آه. أي نعم ما بيصير عنده كسور نادر ما يصير كسور لأنه الحديد موجود آه بينما لو راح أنا عندي الحديد أو ضعف الحديد وهذا اللي بيصير بالهشاشة آه. هذا أصبح أوسيوبروسيز أو هشاشة العظام طيب هلا إذا هندسياً نعم بدك تمثلنا هشاشة العظام شو بنقول هشاشة العظام؟ هشاشة العظام هي الحديد نفسه الموجود بدل ما هو يكون مثلاً سمك الحديد مثلاً داخلي 5 سم أو 5 مل القطر تاعه بيصير 4 مل بيصير 3 أه. مل أه. أوكي؟ بين